شبك يا زال؟ شو في مانك على بعضه؟ لك شلون بدي يكون على بعضي؟ شلون بدي يكون على بعضي؟ رجعنا لقصة شيري نفس الفنجة. مو على أساس حبتك ومشي الحال يا زال؟ شو رجعنا؟ لك هي حبتني لك بهيمة بس أبوها ما حبني. قال شو؟ أنا أصغر منها بسبع سنين. تفضل أستاذ رامي. المهم هلأ مان شو ناوي تساوي؟ هلأ أنا أول شغلة ناوي ساويها إني إبرك وأخلص منك. بيس مان بيس. بسك أبو ملعوم ما أسألك. ما هو حق صاير كثير سعيد أخي. خلص طول بالك وشو بقدر ساعدك؟ أنا جاهز. والله كفو أنت كفو يا أبو اللول كفو. ساعدوني إذا طلبت منكم قصة. لا لك عم يزن أنا أول واحد بيساعدك. لك أنا معروف عني اللقمة اللي بتمي مو إلي. لك أنا إيدي بحلقكم لهون. كبير يا محجوب هذا العشم فيك. أخي المهم أنا هاد الزلمة بدي أسلخ وقتله مثل فراق الوالدة. بدي خليه ينسى الحليب اللي رضه. بدي خليه يلعن الساعة اللي قال لي فيها. لا يعني والله ما بعرف شو بدي اقول لك. لك يا زلمة انت نسيت انه هذا ابوها لشيرين؟ يعني رح يصير جد اولادك. ما بعرف ليش شايف انه هي اول حدا رح يكرهك. ما بعرف انا برايي انه رح تخرب على حالك من الحالة. اخي رح اقول لك شغله من اخر. شيرين حتصير مرتي وهذا حيصير عمي وانا هيك بحب وشيرين هيك بتحب. روح قلب القتل حلوا لي هالقصه بقى. هي هي الحرمه النظاميه. قتلك بوسي. ساعة خير عمي. المهم قرب لقلا أخي. طبعا يزن طنبرهن للشباب والشباب وافقوا معه على قولة انه لشرب البحر ما رح يغص بالسائل. وبما انهن عانوا الأمرين من قصة يزن وشيرين قرروا انهن يعملوا مثل ما بده يزن ويساعدوا. اسمعني هالغنية اللي إلي علاقة بالخناقة. جود بصر مجود. طبني على الموت بلبي. أيوة. شو بدك مني بعطيك. أيوة. الدلال يا حبيبي الدلال. معشوب جاهز لي حالك بهالكم يوم عندي خناقة بالشعلان جل الركبة. عم تمزح؟ ما عم بمزح. معناتها وينك؟ راح جهز علبة الواكس تبعي. هذا هو. الله يجيبك يا عمي لتاكل القتلة بقى. لا خلا تعال أقول لك كلمة. شو تفضل حبيبي. أنا مليت. لو كان بده يجي عمك أبو شيرين كان إجا. خليني يمشي. إن شاء الله بتجيك مجية وخروق مهرية. بدك تنقبر تروح روح ولا رجع لولا رجع نقبر وقفهم. بتضلك واقف ولا إلك أنا نقبر روح. طيب يزن بيك يعني شو رأيك أنا روح على شي كافينات تشوف حياتي؟ ما لي علاقة بكل هالقصة. رامي بيك شو رأيك تخرس وتشوف حياتك هون؟ أمره تعرف شو عمي لغي؟ والله عندي إحساس اليوم رح ننام بالسجن. والله إحساسك بمحله يا محجوب. شو يا زان طاولين هدول؟ شرف المغضوب. وينه؟ شباب لوي اسمعني لك شغلي. هذا المغضوب حيصير جد ولادي. يعني ابوه لشيرين حيصير عمي هذا بالمستقبل. وما بتزبط القصص انه انا اضربه. بترضاها انت درغام بكره اللي ضربته لجدي؟ معك حق. روح يا زلات وسخ ايديك. شرفه محجوب. بدي اياك تسبح بالدم سباحه. لك مو جايب المايو تبعي معي. روح نبر. لحظه معلم. تعال بدي اسالك سؤال. تعال لنا هلا شواربك هدول اللي ناتعون مأمن عليهم تامين الزامي ولا شامي؟ روح من هون احسن ما امن عليك. مرحبا عمي. اهلا وسهلا. عم روح من هون ان شاء الله. انا كثير خايف. صف على جنب. تعال قاعد عم تدفش بالعالم. بس بدي اسالك سؤال. بنتك ام ضرغام شيرين عيارة سنتين وبتعنس. شوفك مشان ما تضوج زيادة يعني. ولك عم تحاكوا حكي. لك مو حكي لك ضرب. بدي وشها يصير صحن سلطة. ومين حضرتك لتحكي ببنتي؟ أنا رح لها. اسمع حبيبي فتح عينك وعرف مع مين عم تحكي. مو كل الطير بتاكل لحمه. بنتك شيرين بدنا إياها لابننا غصب عنا. روح من هون أنت وياك. اسألي رأسك اخبص وخلص. شرطة؟ حضر الشرطي هدول الأربعة الزعران ضربوني وتهجموا علي هلأ. لا لا. بس هذا ما دخلوا جاري. والله ما دخلنا نحن. أنا بس عملت له هيك بهي. والله يلعنك شو كذاب. منسلم حالنا نحن. وليش ضربتو؟ كنا عم نمزح معهم. كاميرا خفية هيك شوف. إلا باي كاميرا خفية. ما والله لا أخفي حساك أنت وياه. اطلعوا معي على السيارة. أما أنت ما بتلقى مزح بنور. شرفوا إيه؟ منضل على موبايلات معلم. عندك واتساب؟
نتواجه بالمخفر. قلت لك من الأول خايف، كانت النصيحة بجمال. روح حضر الشرطي، هلا بلحقهم أنا بالسيارة تبعي. شرف جار. راحوا الشباب، شو بدي اعمل؟ ابو الحروف الحقني. انه هالجبان يا زلمه وين هرب؟ هرب الواطي. عمي الشرطي كان في معنا رفيقنا بالخناقه، بقى بلكي بتعطينا موبايلك نحكي معه للزلمه. والله قلبي غليان عليه. بعدين وينك لكل فكرة؟ بكرة بس الله يفك أسرنا ببعث لك 100 وحدة بدل هذا الاتصال. كان معكم واحد خامس لسا؟ لا لا، شو كان معنا واحد خامس؟ أربعة كنا، ما أربعة بس معناها بلا مياعة، فهمانوا لي؟ أمرك عمي. الله لا يوفقه اللي كان السبب. قول أمي غسان. خير أبو اليزو، شغلت لي بالي. لك غسان الوي ومحجوب ورامي. ايه عرفته. عرفتهم؟ ولك ان شاء الله بتحترق وما حدا بيعرفك الهي، ان شاء الله امك بتضيعك. لك ليش؟ محبوسين. لعبة. عم تضربوا رجال كبير بهالعمر، لك انتو ما بتستحوا، اهلكم مو مربينكم. حضرة المساعد انت فهمان الموضوع غلط. هات لشو فهمني. فهم حضرة المساعد. دايا ما حدا بيحكي. القصة انه قل له غسان. القصة انه بتعرف الجيران والمصارين بالوطن بتتخانق سيدنا. يعني جيران وتخانقنا، فتح يعني هو بيته بمشروع دمر، نحن بيتنا بالمزة، جيران فتح ضلع يعني جاب مهدي، ضلع عم يهدي هدي 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 حتى فتح مثل منور. يعني فتح طاقة، فطاقة طاقة طاقة على المنور. لك عمي فتح منور بالطاقة. فتح منور بالطاقة مو سيدي، يعني بغض النظر عن كل هذا الحكي، هو كشف على حريمنا بالقرعة. انت يا سيدي بيرضيك يكشف على حريمنا بالقرعة؟ بيرضيك هذا الشيء؟ لك لا يا شباب طولوا بالكم، معقول عم تسألوا هذا السؤال؟ يعني سيدي انت كلك نخوة وما شاء الله عليك، يعني اكيد ما بيرضيك، ما هيك؟ اي والله لا هرسكن هرس يا فايز. عمرك سيدي. نزل لي الامامير على النظارة وتوصالي فيهم، وخصوصا هذا توصالي فيه أكثر شيء. يا سيدي يعني والله انا ما بحب الوسطات وهي القصص، خلص مثلي مثل غيري يعني خجلتني قدام رفقاتي. ولو يا ميت اهلا وسهلا، تفضلوا تفضل. الله يزيد فضلك سيدي. ايش هو هالذوق كله؟ لقب الحروف حبيبي. انت بتعرف لو الله عطيك شويه فول شو كانوا حطوك؟ شو كانوا حطوني؟ لك كانوا حطوك محافظ. حبيبي يا ابو اليزو. لك وينه هاد؟ والله تاخر 6 ايام ليجي. وانت ليش بتضلك متوتر وبصلتك محروقه؟ على عشرتك. جسر ما بيبطلوها هي العاده. خير شو في جبتونا على ملوشنا؟ لك شو في؟ لك في مصايب. شرفوا معي. تفضل ابو الحروف. ابو الحروف ايه روح يلا. حالمين والناس نايمين. والله شكلنا تبهدلنا يا شباب. والله بتعرفوا شو يا شباب؟ لك انا ماني متوقع انه نهايتنا وخيمه لهالدرجه هي. لك انا وجعني وشي من القعده بالنضاره بقى. خود بقى نضاره حبيبي محجوب. تعال قلنا هي مو نضاره اللي بتعرفها انت،
هي ضيقة رح أقول لك شو هي. لك ليك شنو عم بكبر بعينه بشكل تدريجي. طبعاً طبعاً هي ورجيني هي نظارة يعني هلا أنت سجين منيح. عم تمزح يعني أنا هلا رجعت محجوب اللي بعرفه يا شباب. لك قديشنا نحن جدبان هو ناخذ نحن علقنا يا زلمة. لا لك عمي لؤي هلا بننادي للدركي اللي برا وبنعطيه عنوان عمي يزن ساعه ساعتين بالكثير بكونوا شاحطينه لهون. لك حكومه يا اشتا هو الوحيد اللي بيعرف انه نحن هون. اتركه بلكي بيساعدنا. لك منين بده يساعدنا هذا واحد واطي؟ شو صار فينا؟ شوف اخرتنا من قفا حبه للانسه شيرين. لايك شباب حبيته. خلص هدوا هدوا هلا هدوا هدوا لنشوف شو بده يصير مع يزن. لك يا شباب لك انا تاثرت كثير بالكلام اللي عم تحكوه. انا رايح اعترف. لك تعال هون خلص هدي بقى هدونا يا شباب شبكون تركوا بلكي بيساعدنا. مستنى يوم يومين ونشوف. دق المي وهي مي. لك امتى بدنا نخلص من قصصك نحن؟ لا تعيط علي بنجرح انا من الصوت العالي. ها شو ابو الحروف؟ صفن. ايوه ليك انت بس تصفن اكلت هوا القصة. انا اللي بعرفك ما في موضوع ما حطيت ايدك فيه وما خرب. انا هلا امي إذا الحاوني شرف